السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده جايبه لكم طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. ده نص كيلو مكرونه، وده ربع كيلو لحمه مفرومه، وبصلتين. طبعا خلطه البشاميل ديت بتحتاج ايه؟ كيلو لبن. انا معايا الكوبايه ديت، هو الكيلو بيبقى 4 كوبايات بيجي، فانا دي اول كوبايه بس قبل ما نيجي نعمل ان شاء الله. وهفرجكم على كل حاجه انا بعملها واحده واحده مع بعضينا ان شاء الله، ويا رب يكون اي حاجه بنزلها لكم بتعجبكم وتنول اعجابكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. ما تنسوش حبايبي تفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تعملوا اشتراك مشاركه للفيديو عشان نكبر بيكم ان شاء الله وتكبروا معايا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مؤقت حبايب قلب، هرجع لكم تاني. اهي حبايبي رجعت لكم تاني. اهوت حطيت كوبايتين لبن كبار زي ما انتم شفتوا، انا بالعيال الكوب المعياري اللي انا وريته لكم. حطيت كوبايتين، وبعدين حطيت قصادهم كوبايتين ميه. وبعد كده فضيت باكل البشاميل، ووديني معاه واحده واحده كده بالمضرب لحد ما يخش في السوا ويتقل واحدة واحدة. وبعد كده هنعمل ان شاء الله مع بعض العصار، وانا معاكم واحدة واحدة باذن الله في كل حاجة بنعملها بتبقوا معايا. بس ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتصلوا وتسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. ويا رب يكون بنفعكم باي حاجة بنزلها وتكونوا بتستفادوا مني، ويكون شرحي عاجبكم ويكون ضيفة خفيفة عليكم. سلام مؤقت حبيبي، هرجع لكم تاني. كده حبايبي البشاميل اهو بعد ما خلص يبرد ان شاء الله، بس شويه كده ان شاء الله، يعني نص منزله من على النار زي ما انتم شايفين البخار بتاعه طالع كده تقيل اهو زي ما انتم شايفين. ثواني اجيب معلقه بس اوريه لكم. بص حبايبي الكوام بتاعه بيبقى كده معايا، انا ما بحبش اتقله عن كده لان انا بحط فيه بيض. واحدة واحدة معاكم ان شاء الله هفرجكم كل حاجة زي ما انتم شايفين. بس بسم الله ما شاء الله تقلوا حلو، هو اصلا لما بيبرد بيتقل ماشي. فخليكم معايا يا حبايبي ان شاء الله. هنعمل بقى العصاج برضه، اما اجي ارفع العصاج على النار هفرجه لكم ان شاء الله. خليكم معايا يا حبايبي. هنا حبايبي انا بدأت اهو خلاص البصلة، حطيت لها السمنة بتاعتها، جبت سمنة بلدي ماشي، وحطيت لها فلفل اسمر وتدبل زي ما انتم متعودين مني ان انا مش بحرق البصله ماشي. تدبل بس كده ان شاء الله تحط في السوا، وباذن الله هوريكم برده انا عملتها ازاي مع بعضينا واحده واحده ان شاء الله. يا رب تكونوا استفادوا من شرحي وتفهموا مني اي حاجه بعملها لكم. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على رسول الله يا حبايبي، صلوا على رسول الله. متنسوش يا حبايبي تفعلوا زر الجرس، تعملوا اشتراك في القناة، وتعملوا شير ومشاركة. حبايب قلبي حبايب قلبي ساعدوني حبايبي ان احنا ايه نوصل. ربنا يصلح حالنا وحالكم، وش مرضانا ومرضاكم، اللهم امين يا رب العالمين. استأذنكم حبايبي وهرجع لكم تاني. هات لكم حبايبي اهوت مع اللحمة المفرومة وفضيتها زي ما انتم شايفين اهو، تخش في السوا ان شاء الله، وربنا ييسر لنا الامور ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه يا حبايبي عجبكم الفيديو ولا يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات حبايبي كان حاجتي عجباكم ولا لا. ان شاء الله كان عند حكم ظنكم بيا يا رب، وما خايفش ظنكم او ظن فيا. ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتسلموا وتسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هرجع لكم تاني حبايبي، خليكم معايا. هنا حبايبي انا حطيت بيضتين على البشاميل، وحطيت له فلفل اسمر، وبدوبهم زي ما انتم شايفين كده في المضرب في قلب ايه البشاميل مع الفلفل الاسمر. واذا بيحتاج ملح بتحطيلي، مش محتاج ملح خلاص ماشي. خليكم معايا يا حبايبي.
هنا حبايبي، انا بعد ما حطيت على البشاميل البيض وربيته كويس مع فلفل اسمر، كنت اصلا طبعا كنت سلقه المكرونه وشطفاها، فضيتها عليها زي ما انت شايفه. بس قبل ما بحط طبعا كده بشيل مقدار منها عشان خاطر الوش، ماشي. ودلوقتي بندهن الصينيه ان شاء الله سمنه، ولما اجي افضي كده هوريكم برضه انا بنعمل ايه. يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو بينور اعجابكم. والله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده اديني جبت الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله الله اكبر. كده نحط نص المقدار حبايبي، كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، صل على رسول الله يا حبايبي، صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، صل على رسول الله يا حبايبي. كده هنجيب اللحمه المفرومه على الصاج بقى كده زي ما انتم شايفين. انا عملت كل حاجه قدامكم عشان تبقوا ايه معايا واحده واحده كل حاجه انا بعملها. بصوا حبايبي، اديني وزعت لكم اهو كده زي ما انتم شايفين، كده بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا رب يا حبايبي يكون اي حاجه بنزلها لكم تستفادوا منها وتعجبكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كده اهو تمام التمام. ننزل بقى بقيه الخليط كده زي ما انتم شايفين، واحده واحده كده مع بعض. خليكم معايا يا حبايبي، خليكم معايا. كده حبايبي رجعت لكم اهو صينيه البشاميل ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، خلصت. وهندخلها الفرن، واما تطلع ان شاء الله هفرجها لكم. انا حطيت على الوش البيضه، ضربت البيضه طبعا ربيتها وحطيتها على الوش. قبل ما احط البيضه على الوش حطيت بقيه البشاميل، لان انا ببقى شايله في طبق كميه تكفي الوش. حطيت كميه البشاميل، وبعد كده ربيت البيضه بحبه فلفل اسمر وحطيتهم على وحطيتها على الوش. وبعد كده حطيت حتت سمنه، بس هي منها سمنه بلدي مش باينه. وبعد كده هدخلها الفرن، واما تطلع ان شاء الله هفرجها لكم. يا رب يكون اي حاجه بنزلها لكم بتعجبكم. تنسوش حبايبي الصلاه على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استاذنكم حبايبي، هرجع لكم تاني ان شاء الله لما تطلع من الفرن. سلام عليكم مؤقت. يا حبايبي صينيه المكرونه خلصت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيت افرجكم عليها. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.